هذه المساجد فتحت أبوابها والشوق سار في الفؤاد سيرا. هذه المساجد فتح أنا لو أنا
الحمد لله رب العالمين
فالحمد لله الذي علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. الرحمن على الناس استوى فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وصلى الله وسلم على بصير النذير وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم. يقول مولانا جل وعلا في كتاب العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. روي الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو جائر لله سبحانه وتعالى. وحق على المزور أن يكرم زائر. ورؤيا أن ابن ماجه وابن خزيمة والسائب بيهقي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من أمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه. الحمد لله قد بنوتم مسجدا ما شاء الله جميلا جدا بارك الله فيك. أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه فهو صدقة جارية إلى يوم القيامة. فجزاكم الله خير جزاء يا إخواني وأخواتي، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما يفعل بعد أن هجر من مكة إلى المدينة، أول ما فعل أسس مسجدا ليكون تربية المسلمين هناك. مسجده الشريف، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه يحمل الأحجار لكي يرى صحابة أن هذا الأمر واجب، وهو بنفسه يعمل المسجد به حتى يرق جبينه صلى الله عليه وسلم. فالمسجد هو أساسنا، أساس الإسلام هو المسجد، هو مركزنا، هو قائدنا، لأن مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج منه القائد كمثل خالد بن الوليد، والمدرس كمثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والفقيه والمجاهد في سبيل الله كلنا نعلم من هو خالد بن الوليد. إنهم قد خرجوا في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجزاكم الله خير جزاء. اللهم الجنة في الدوس مأوانا ومأواه ومأجل المسلمين جميعا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا قلبا وأزلنا، وتعلم حاجاتنا فاتنا سؤالنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك جنة في الدوس ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونعوذ بك من نار جهنم وسلاسلها وزقومها وما يقرب إليها من قول وعمل يا حنان يا غنان. اللهم صل اللهم وعلى أمتك وصلينا على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرآن التي سبحانه وتعالى أهل تيغان نسون قوى وتيغانا
agarolam kirinchala dikatoi nante ke jumaa le jumaa ni kota hore allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ke jumaa ma min jumaa mukaffiratun ila sarenji be nyaala na aburha allah na yambia wala ti ana agarolam kirinchala dikatoi no sahani no teni le jumaa كبالله وصلنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يقين يقيف على لجرنا كل الدين كنا فتام بنتي نبلنا كنا النبي ما وصلنا كجوا له وقع برابي وقع دجبي موقع كبي أي دين جمع دين كبي كني نلقى بو آخرنا إسبوعنا كني يعني كقول مورنا الله سبحانه وتعالى قال لك الله لما لكنك هم بانين كتاك كل لبن سرينا قول لبن الله سبحانه وتعالى أكين تنتنا لما لكنك هم الله سبحانه وتعالى أنا يقولنا لدنا نقولنا لكيبي أني مي 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 أخرنا لدى قال تفكني الله سبحانه وتعالى كيبي أني مي قدم الله الله لكن القرآن ولا تيمم الخبيثة تنفقونا ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه قولا ولا سرور ولا سلاقا مغالني سلاقا مغالني الدهي الدهي ولا سلين يلي لا سخور الدين لا كيف السلام ولا سلاقا مغالني كاشي قول لي لا رب سلام كيف السلام كمين يلي سلام الحمد لله سولينكو الله نيمو يسلم الله نيمو يلي كن نيمو أو كنا الله سبحانه وتعالى القرآن يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور على نيمو إلى كني ما قال قالتي أنات من جلجين كني تومي كني لا أعرف فلا تغرنكم الحياة الدنيا دنيا بريك مغمرسة الله لكن نيمة خورا يركنوي أما هو مرسا دا أغان تكين نال لك أغان تساقا دي كات الله سبحانه وتعالى الله اللي تني سيطان خمو غساقا دي الله أغان مرتني هو هلكو إن الله كان الله سبحانه وتعالى قرآن الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين توانونتي قول لنتا هذا ما يمنعنا يكلم أنا يكلم كلم أنا رجعنا نمشي ده كنت سلام بك أبا يقول أنا دين الله نشجع الدنيا ننشل أنا دين الله نشجع الدنيا ننشوم قال الله الله سبحانه وتعالى كن كما تنا الله أن نشجع الدنيا فأصدق وأكون من الصالحين جن قصدك إن نجي من أكيد الله أنا سرنت وني أنا نجيرنا أنا نجي من الصالحين كم الله سبحانه وتعالى يرجع عبده كي يقول له قارئ كقول لي ميري سرنا قال إن شو كواي كي نقول جابر حديثنا ابن ما جاء له قال البايل التحسين حسنه العلبان قال صلى الله عليه وسلم أجت من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة سيرين بيغنا كاس جي دي الله انا يا ناني انا يا خالص لوجه الله فارنتي انا كاس جي الله هاي حق كاجي حق كاجي يا يوبو قلتي لي يا بوبو بوكو حق لي والله بيغ اللغون ده كاين ايمن الله سبحانه وتعالى كات كان نان عجب توان انت قلتي لي يا بوبو بوكو حق لي كل لغه يا حسن انت مبكره بسكانو يتاوريني أنجر تمسور نير أنجر تمسور مسيرين تغان نير كباري أولين الله سبحانه وتعالى كار تغان نير الجنة أسهب كيك أو كل نوما كوبة لغاين أول مغان نير كيك تغان أو كل نوما كوبة لغاين مسيرين لغاين سلا نير صرغو أو كل نوما كوبة لغاين سلا خير نارو كوبة لغاين المامي خاموصون وكرو كارو كنت نير أولين كل نير anga tamma ko ni kadira tamma ni ko gali kaso mo so ki dalana ko meran tanyar Allah nako
الله سبحانه وتعالى كيف القرآن أنا أنت وإنه حق لندق حرسا ولا شو أن الدين جنون الحمد لله الله سبحانه وتعالى ورقنا كان تاو كل مران من منا ونو لما لن تاو وانا سحني ونو قنني واني قلسني كلو قل لكنا تتولينا الله سبحانه وتعالى قل لنا ما قدوا من خانا رجع الله نقول إيران كانوا دميرا جميعنا ونسلم السحابة كوتا ثم سلم كايس كالله ينشان لكورا لبا إيران كانوا دميرا كينا أنغا دروقتونا قلسنا الله بانا سبحانه وتعالى كينا أنغا دروقتونا رياؤنا مراني والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون التي ينبين بيه التواني أما تبقى كافره كم يليه التواني إيمان كلا كبه إيمان نغبي إيمان كولونجو التواني يجنرون التي أولئك لهم الأمن دون تنغون نقوالا نبريه لغوما دون تنغون كتا مغنى منشو يقول دون تنغون كتا مغنى منشو يأكلون تجلي يأكلون تكلون شنو يتبيونه الله إلا تني خالي يا ركان ده يموا يا ركان ده شريبة كي كتاعي الله سبحانه وتعالى إلا لمسواسنا هرنا نرمو ترام بالله يقال أن تابت كيوت يقال كي لا ما نوكل من تنا وقت تنا وما إن كان ده خالي الله نيجا كبار لنا خالي التي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل نفس بما كسب رهين يمن يكتمون يكراكي كما إذا ما لقد دعون جاء أخلاص إذا يرمو إذا يدين بالي إذا خارقني إذا مرني ترمون لكينا كما التي نرى الجنة و كبانو قال له كريا قولي لسو كفار جنة قال لتي كني بغسو خاكون شارون قول دخانا غسيني خاكت قول دخالي نيرون قصو ناب جنة قول دخالي نيرون الله سبحانه وتعالى كني قول درغتو كقول لي ميني كقول لي ميني قول درغتو قول سوغلو مبالت سورينكو حرسا مرسا جنين الله للنيمة نولا ونيمة كي شبك كي نيمة تنغنو لنا ونانا هاكي تانرون الدنار الله عرسو كي نسلام وفا دينة كبانا ديفرنسي بيورو كتن نغنى دينة كي دينة كي حرسة ونان قطوة كم ونان خا ونان أقول مغاني دي نقرلن انتقين نمسين انتقين قا حرسة وملن انتقو حل قرنين تارا ولكن انت تتعلم انك 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 akalun deyan o kubere ya xarlan wa kalun deyan anne serena la soninke ari re mem la xarlan nan dala taw bitima ana en kembe kine golleyna siro tamiro karabo siro tamiro tumu ana be xarane be ya kidaina ana xarane be ame kille su kida xarane na xawbana qarana hanno dana ni kine no o bire kine no ma anna bu bure kine no ma أنك الدين قلما أن هذا قام يسلب عن ده دينه أمريكا أنت خرني من قيمته إذا قيمته أنا هذا خرمه ولا يمين أنا جل قد كدين غير هر سو أنا نجاي هلا أنا أقول نجاي هلا أقوانا خلنا نقول خلنا مر مر وبتنا وبكيف فأنا كيف فهم ننتي قوارة كونا غسل كيف تدعني يا مبالي؟ أقول يا أمي تجيء لنا سريعة، أمي أولين كفالة من وراء وسطورة، هرم على هو سواه سوونيا، ويقول لهم الحمد لله، إن جبل المرين داو كان بشارة كله،
نمر دي تابال اللي بارجة تنانغا خانان تاو كني كبانا ويرا كني كتابانا أسبابون يحيبين كني ويكوندانكو بمسارانكو ولا قارم ويوانا نميتو كومبون ونميتو قرانيني عالو الدينة كيبقى سنو تميرو كارو هلا كنين ابن عمر وجه عالو حجي وجه حجوه كني من نكين قرامون نقرام لما ينكين الحمد لله وكي كنين وقرى لما هو ما لكي كوتان وكينا فحجيه يا الحمد لله على ابن عمر الحمد لله من لا وتن حجيه يا الحمد لله أنين دعنا هو رمي أنين دعنا هو آخر بيت على سارح أنين دارو أنين كريم كريمنا رام دعامي كلنا بدي كنا أنين كريمنا أنين شرونا رام كي يشينكرين نايو كمبنين القرنين يوكو مغوك إلا إليكينا دايو كمبنين لأخبلا وصو جيري قطارن بلينا اللي كي برغم باي دو خالة كورم خوني فاولا جي خالة كورم مغسر ومغوغو إما فاي إذا وطو سارو باي كي نو دوما سارو كورا كوبنين قد برينا الله سبحانه وتعالى قلني جيري قوي الله قلن بركة ريوينا كوبنين قد ساوي الله قلن قفرينينا ودوما كي قول لك الله قلن رجع الله قال لي مقبولا الله قال لي مقبولا هذا صلى الله مبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله رب العالمين لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعل تيبا Oda Allah nuwari tigenga Allah danga daga dunya silama ko tigenga Allah danga daga dunya silamin tigenga Allah danga daga ke dina daga na subanti ndo danga ni wallahi ne man dan hilu dan khura silama khu ne ma silama khu ne ni tomu silama khu ne na seren su khu ndini silama khu ne siki serga katin ke golle ban Allah tabaaraka wa ta'ala lakal hamda ja'atana ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigena Allah dangani agaro daga lokandi Muhammad mandonu wanda alaihi salatu wassalam oda Allah nuwari oda Allah tiga Allah no tiga nena khawru jakinde na khaba o wasalli na nabi men kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada khoje dun golonga ado se suga nyaga do fareke batte sehemo gole ya mo simme mo makota da Allah subhanahu wa ta'ala lakini ne fiye daga na autu maremu ose wonjane onya khalenjo kedina kundu serebe dume ba bi izzi azizin au bisil zalilin wallahi kedina wa hasan anda na burembu ga kedina liba amma bugandi ba kedina wa hasan e go khoru nyana ngani ya khoru ya ngani e gadi yonkinu lagani gala alla hari ganya kondo hari ga dorenye gani kanno gondi wallahi di yonkinga ga alla Inna Allah ashara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Ibu khuri ni ga diyon kinga ga Allah wallahi wala kin misale ho re. Itaz man men baka kele wonti. Kaaru man men ho bele kele wonti. Hilal man men ho bele kele wonti. Shaytan ya'mukum ya'idukum al-faqra wa ya'mukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla. Shaytan على هاتر الدنيا على خجوتي من تفقراه قد قلنا الله كنا خانينا تمانيا فسمنته على ورجنته إبو خوري الوالي قريب يمكن قال الله إذ يمكن قبو الله نتي وك الدين حسن التي يمكن سرنت يا خلال لك الدين أبدا إيجو نقول لك أنت مدبوا لني سرنت توالا كاريك أبدا anga tele ne monen to hero hunde abada senta alla dina misela gala na yebe yebe jonno hundi anga tele ne monen sikinte to abada ni shara min almu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna la buku be gari kita nanti yiro na alla kille no hundi wallahi am baga ya wambe na baraka hundi bugadi ke misela hundi lek angen diba am baraka ke misela hasi angen diga ni jare hasandara
angin beri sangga lah hasanana, angin beri benda soling kerana dia ti sangga ini moriana, so berkumpul pada itu awam ini. Nam orang soling kerana tu tiada gelidar, minhum man ahad Allah, lain atal min fadli, lana saddaqna wa lana kurna min as-salihin, falamma atahum min fadli, bakhilu bihi wa tawallahu mu'allibun. Soroma ni mwenye yang kana maisi. Owa ni baka kana nyimbo wa iduara. Na nke Allah kana nyengike yonatere. Owa maisi kake na kana. Allah kana nyengike yonatere. Owa kana nyimbeke na yara kana nyimbe angadu. Na diduna suwari ni maisi kumunga tawa nukube. Na mise nyara kana na sigindi. Ila lai du mutahala maha. Bamba Allah kafona sila hundi maha. Imungu dina. Imungu kana nyimbo. Imungu Allah misirunga. Ilijo uwe Allah nyinyenga. والله سيربي على الله يوم تعلل نكبين قلبي يكون تلتا خكولا يا ربوان ويكون الحمد لله ختم تعلل سوين كانوا ختم تعلل خاتم تعلل خاكر السهول إنك خاكر إنك والله هبل بيرك السن مرك كي هالموتو يحسك خبرني لك كوبين ميرين عيني مسلم نقول لك كي أنا كوني لك كي أنا هذا لك باريس لك بلغنا كلامي برا Kakoro loki nintore. Hebe gani chon kwe soni nkara lengi. Aka ndeye nire. Sensuga maako. Wallahi anna huwa murini maha. Ho hala na nye hutu wanu. Ho hala na nsago tu wanu. Na nneghia, na nneghia, na nsagia. Aja sababu wala barke mhutu wa humulia nire. Hala puga nire. Aya sababu ya al-islamu akunga la kufala mbuka la deroja bukai. Alhamdulillah. Duna dana bonobo no soro wa kiki negasiki Allah luke dina dana. Korona ndro koto. Ona honya Allah dana ni hara maradmega na suro suro. Allah nda Allah kosono. Allah gana kebe nyoku dana ni. Okuma Allah tuba. Okuka alumno wono wadu nge. Geliga liga liga lake basanga baini karunga baini onda nungene kena ni Allah misire nukoni misire kena atopoto lengi kwa naga abugu wa kekunda abugu ka misara misire kena Allah khalle gwenle kika nyara wa kekunda mbuya gwenle nile gwenle nga nye mesale nga arniya sasa kanya silami su khalle feo serebe ya adubu wa nangara ya wa kekunda ngong khalle nga yenda anyayi ketina nda parti tule Kedina, oposo ete, oposo akunda kedina ete. Baale kia. Korona duwe wote, sorobe nina kena akure raka naro kedina lukoni, ke misere lukoni. Ika rakibe mulu kena ya misere kende. Ho hala salem na maha khenu. Ho hala khala gila khasasi ala nide. Obe suhayire feu. Wale kunda gile gile ya gama gila khasasi ala nide. Sayesu kala sa ukeka lukoni na ke misere khala khala mga mari. Keta kia, wale kunda mkoni mba na yasasi ala nide. Lojurum tama ada misalnya lojurum tama sesuatu yang misalnya kami lakukan kan? Misalnya kita bila ni cuma Quran yang kalang ini dalam semua nanti ni misalnya kita pun nama soh. Misalnya malam tu ni yang masih nanti nanti aku nanti haram pada nak kalau wuni. Quran yang kalang ini faham pada sesuatu yang kalang ini fikir yang kalang ini. Dalam mesin kalau misalnya yang lakukan faham mesin kalau misalnya yang lakukan. Kau misalnya ini ambil hasa. Kena guna orang khasunwari. كون خرم هو كذا كون هو بين السامي أجا الشيخ والمدير سفان درامي الله كان ولا تانجا ولا كروسي كان بسارة هو صندوق نتيجة لا نزكي أحدا من الله هو كذا كون الله ما كون تبغى عندا يا أنت سيرجع تيجانا أبدا وما الله يعاقب كين خير هو كين يلا كين بالله والله هو ورنا توانا بالمهد ما سيرجع كي ما سيرجع تيجا لا Kakebe ganyaka monako. Okada makengosu Allah watendine. Wagakunda ni mbele beka karnokuma. Alengi njena tini hibe ateleko mo wagakunda ganda karnokuma. Allah. Hino hili ima Allah to iburu. Wala aa korosu ndara nda iburu na kinyo kutingirake. Kenya nsige kati kube mna karambe gatu kutana na mgollo waka kati. Na nyona ya ni khidima ndalo uroro kie uba koyo ni uroni ya toko karla. Wallahi kala Allah tiyo. Hakiye kundu soko hosire. Anda hobo ya ni soko hosire. Ninyabure.
c'est vrai sohoni bure wallahi la hundu hobure mala bon koran so o gara so ta allah wa halla so min har wala bara wa halla so na koran ma kam innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzal alaihim al malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa sikara yo diga men mun cella to ta ka o cella to khim so ka wayre ha jugum ngal jo gum ngare o wadu na su ko ma de nan o allah ya ga rabbi an kama sere su ga de ranga de ndire allah ga na yambo na ma hamme gum wono woni ya rabbi an kama sere su ga de ranga hamme su ga de ya rabbi an kama na hamme ke jara ba ya rabbi an kama ga tangota swa utire tangota ganga na yoda ngani arjanna kite sababu yo na yoda ngani awatu to arjanna ya ya rabbi an kama ga tambeta swa utuna kinyere ya rabbi an kama ga na sababu yo ga la to jahannama mo ya rabbi an kama ga ko ma yere mo yella ngano khalu me kunna ya rabbi an kama o hamme bo bole ga tele jannatul firdaus ya rabbi an kama ngano ka mo no ngani ala sururil mutaqabilin o watahu o ga me hayri o watahu le serenti halle hayri sira su ya ngami ya rabbi an kama an gen ni kentun ga yake ma ko to allah kama subhanahu wa ta'ala o wasike ne ke bila ko ga so kan gidi allah hebe ga ko aga bo ke na hala mar ma hu ya aro e o na kasi aro tu a hollo e صلى الله على محمد وعلي وصحبه من والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ومن شاء من عباده الخير فليس عنه يعدلون وحقق إليهم العمل الصالح فليس في غير مرضاته يطمعون وأثابهم على أعمالهم ثوابا جزيلا فإياه يحمدون ويشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سبحان من نسب المساجد إليه وجعلها بيوتا للقدوم عليه حث على إمارتها وصيانتها وجعل ذلك من أسباب السعادة نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضله عظيم وجوده عميم نشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكسب وطاعته أعلى نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها المسلمون المساجد بيوت الله لها في الإسلام مكانة رفيعة وقدسية عالية أضاف الله المسجد إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم فقال عز من قائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أذن الله برفعها وإمارتها أذن الله برفعها وعمارتها وعمر ببنائها وصيانتها فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي أحب البقاء وأطهر الأسقاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ولا أدل على تلك الأهمية من فعله حين قدم مهاجرا ووصل المدينة النبوية ولم تطع قدمه بيت أحد من أصحابه رضي الله عنهم حتى اطمأن إلى تحديد مكان المسجد النبوي حيث أنيقت ناقته بأمر ربها فكان أول عمل باشره بناء المسجد ليعلن للأمة وليعلم الأجيال أن مؤتمرنا العالمي ومرتكزنا القوي هو المسجد منه تنطلق الدعوة وفي رحابه تتربى الأرواح الزكية وبنداءاته تهتدي القلوب التقية وفي المسجد يجد المؤمن راحته وأنسه حيث ينادي ربه ومولاه ويتوجه إلى بارئه بالركوع والسجود والتلاوة والدعاء فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منها ورجل قلبه معلق بالمساجد
وكلما نودي للصلاة سارع المؤمن بشوق وقرأ صلاته ظل قلبه معلقا فيه قلوب ملأها الإيمان والتقى فسارعت إلى الخيرات ومحو الخطيئات ورفع الدرجات سارعت إلى النور التام فانتظرت الصلاة بعد الصلاة فلم تزل الملائكة تصلي على أصحابها حتى ينصرفوا قلوب أبت سبيل المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم قصالى المساجد يا مؤمنون بيوت الله في الأرض وكفى أطهر الساحات وأنقى البقاء فيها تتنزل الرحمات وتهبط الملائكة وتحل السكينة وتنشر الصلة والمودة والرحمة ويتعارف المسلمون ويتآلفون ويتعاونون ويتزاورون ويتراحمون يفقد المريض فيزار والمقصر فينصح تربت في أحضانه الأجيال وتعلمت فيه توحيد الله ونشرت ونشأ على إخلاص العباد لله محبة وإنابة ورغبة ورهبة وإخلاصا وتوكلا وذلا وتعبدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بناؤها من أعظم القرب لمن أخلص لله واحتسب وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه وتوعد من يمنع من الذكر فيها أو تسبب في خرابها بالعذاب العظيم وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم شهد الله تعالى لعمار المساجد بالإيمان فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وامتلأ عمارها فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قال شيخ السعدي رحمه الله يسبح له إخلاصا بالغدو أول النهار والآصال آخرة وخص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته فهم رجال أي رجال ليسوا ممن يؤثرون على ربهم دنيا ولا تجارة ولا مكسبة فهؤلاء الرجال إن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه لكنه لا تلهيهم عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم يا أيها المؤمنون المساجد رياض من رياض الجنة يتعلم المؤمن فيها أمور دينه ويحفظ كتاب ربه كانت مكانا للجيوش الفاتحة والسرايا المبعوثة فيها تعقد الألوية والرايات من المسجد سجل التاريخ سيرا حافلا للعلماء الأجلاء من المسجد انطلقت مراكب الدعوة منها تتلقى الناس التربية وفيها عرفوا الحلال من الحرام والسنة من البدعة ومن ذلكم يا رعاكم الله جعلت عمارة المساجد من علامات الإيمان بالله فقال جل في علاه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمارة المساجد نوعان النوع الأول عمارة حسية
وذلك ببنائها وتشييدها وصيانتها وتنظيفها، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وسائر العبادات والقربات. اللهم أعمر قلوبنا بذكرك وطاعتك واجعلنا من عبادك المفلحين. ورا الله سبحانه وتعالى أرديك digan nun so hotim mandenga asrella kana magimundi kebiga lingada ngani kana magimundi khairin golena ngani kunka mamani itako kene baka khairin golena nginga ara khairin golen taraga na golen bosrella kana pandi katia ikunga alla dumain taranga intagimurum alla dumain taranga imur bangkuri kena ikunna tenia alla barajin denyei aro alla ni baraji barajin popore na lava kota الله باني كوتي إنا جنب باني كوتي أتيجنا إن الله سبحانه وتعالى إنا يكوفنا الله سبحانه وتعالى جنني فسمن داوكم بينا سرّم كما أعلن تسرّم بوجا بينا إن دالني ما لغني كوفنا والله سبحانه وتعالى وسمن دني كما نكبي أعلن مسؤول لغني دم بكتي دوي دم بيني كبي غني دم بيني بوجا كلامون دنا مسؤول لغا ندم بكتي نديك مسؤول نيجي الله سبحانه وتعالى دعنا أنجمني سرّم دعني نديك مسؤول لغا إني كوا إني رغني تانغا على كين قلني أسباب بيجلي كنا سرّابونا أسبابني وسيدني ندي بات كمان إنتا أجابت إنتي تومونا أجد الله سبحانه وتعالى كنا نجاب إجابتا لكنها باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل الله سبحانه وتعالى أباني كنتي وسيدنا الدائم بتيتي تمونا كفل من دارنني الله سبحانه وتعالى فسن داهما أقوين سرون كما أفسن داهم يروان دين تكبرون كما وسيدنا أنت الله سبحانه وتعالى أفارينا أيغني محمد الله كمينيني أخي فارينيني الله سبحانه وتعالى على مغان كدو كما غان كدو مقوه جنتنا أهو كلمون دينا كم مغان والله نيغانا غني خيرين بوغا بيلاغانا ينغان نيغي فاري كما أراكا صحابانا أراكو جدنكوما أرسل سكرا وانو فارين تركي لنا قتال كيمن سنكوطا كنتنا غي هلي سلامينو فاكان والله الله نغاننا أهو جمان دي الله سبحانه وتعالى وصية بي نغض الله بي أرنيا سرونتان غني سرحانو أرسلو لغرو التي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله كننا الله ركينا بين وصونا وصوين قوقورينا سرحانونا أرسلو لغرونا ننتن الله سبحانه وتعالى الله فسننتاهم أخورينا كين الله كننا أين فسننتاهم قوقورينا أين سلاحان دان قوة سرين سرين غني التي أقوم مؤمن نبيل قطر مونيتي الله فكان الله اللهم كنن بمبنى اللهم كنن بطرمون دينا قال لنا ما غراقا يغيكي فكاني سلامينو يين سلامينو مثلو ما الله كانو يين مثلو ما فلاسم قوم بيدي ندنغني أدو قصان دعون بو كلام دي ندنغني الله سبحانه وتعالى أغر مثلو لغا ندن بكتي بي الله سبحانه وتعالى أغنيا دعون دي قرون دي الله غني مسلم لغني دمي كتيدوي كني تويني أنا تمسني فوقي الله سبحانه وتعالى أمرا كنا قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسلمنا بترونا إن الله سبحانه وتعالى بان كجرمن فلا تدعوا فلا تعبدوا مع الله أحدا أما هو سرقة حقا بتا كن الله سبحانه وتعالى كني الله دمي نانتي مسلم أوني وربي مثل موني كورا اما ارونيا مر قالين انتوا مثل لغا وني سيغيندي وني مثل لغا وني تانغا الله ركون دي في بيوت ادين الله وان ترفع ويذكر فيها اسمه قوم قواني الله سبحانه وتعالى ادمي وني لغا وني وربي وانا الله تقول لغا وانا ابو بن وني مثل ما يعني انغران نسو قام دينا كتا الله انغران ما بيرو ما يسو كلام نتو كتا الله كني مستني أبي هريرة رضي الله عنه سنن دفع لنا صلاة أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها إنجرنا يبنو أكلم به قطع الله سبحانه وتعالى كنا مستني وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
ingiran ba isu kumbe ko ni dengan ka tale kenni saban ni di saban ko sabab de ko ni dawre nan di ajula hun ka bande nama allah bin gonne lo way ngay no woni kenya da ya ingiran su ho ko ni dengan na to ta allah bin ngay ga bona no woni en sabran nan ni ay ingiran su ho ko ni dengan kata allah subhanahu wa taala awage li hun be da timi ni nan di ay bistuma ina gelle bon ko ko san de bare nga alayhi salatu wassalam برك بي أغاني مدينة أغاني قول لي حنا بي دباري كني نمسلن جنين ديا برك بي أغاني قول لنا رجي نمقور بي تي الله نيامر دينا دينجرانا دينجرانا كي بي فارمس دينا قوا أنا نسيقنو ما إيان أغاني أما لغا سري كاري حناني أما لغا يانقا سري حناني إنما رجو بتي الله مسلنيا تغن دينا أرى دينجران لغا نخير غيري قولو إنا كنيا قرمون دينا سوغن دينا nanti Allah kanu ma na kun sigindi na kun pura kunye na mama kebe kan bawlanda kunye na mama kebe kan kawanda serenan do da anyenge ma ada ada bare bare turun na fi ni soro ma nanti me ni ragen po sire me ni ragen po kalam kuma kunye ni Allah subhanahu wa taala amis duma misku bu an islam ni me ni ragen po kalam kuma ingira kebe soronga ni sir biragen po sire enni misne نعم كاتا لا دينانا مثل نغني اجيبني نغني لا يمكن لك اني سنوني بكا تورادو او قصه يمكن نغني انا لغنى يامي لغنى سوبر نغني الا مثل نغني تيكين دوما الا مثل نغني يمكن نغني غاسنو مثل نغني غيري مؤمنين ايمكن غاغنى غاكومنا نطوك كبيري اي كمانيا هيبون للماون نغني اني كمانيا غنى اراغامي بون للماون ناتوتي مؤمنين ناسلي كتا الله فاتحانا قرنا آيات الحمد لله رب العالمين الله واتن حمدني عبدي مقومين لله قرين تيغا كيني كنغنا كوني أن يغنر الله سبحانه وتعالى بغامي ديغا لنساغن كين حق الحكم رحمه الله ربنا في قرآن بيانا قرنا هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم أنا بانك من أن الله سبحانه وتعالى أن يبمي قرقني أن يغنر كم بري مسلمة يعني تنقران نسوه وقال لنقوما نقول سرين الله كما الله رغان أندان أندان كما نقول للماغن كماني ركومينا سجودينا دعاهم بوكا بي أنا كسنا سلين نغني فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سبع الذين يدلهم الله الله فارينا صلى الله عليه وسلم أدو خباري سرون يريبي الله كي سرون الله وركو تبريك بي كينغا تنتون سرون أنا تنتو إن كلهم كما mayegunu garage awai hutte ngamiga kumi hutte ngoni la ora koda kengo da parenda solo nyeri ko ara mangu don nyeri ko nanti kunga kunga serebin alla bi sarondi awage lige ngoni ati warajun qalbuhu muallaqun bil masali ara igoi ason ngamina ajin inde nyaga misle ngoni itaw reni mani haqqal su ganaqil misalun nanani anankini anajo tata sallenga kemo wana bari aganal da salli ni asom do minyo gidde yangi ni bisdu ngata hafari so so namu ni alla gadi haga tili manan ka wondo alla ganne na irage nan kinye nan jeo kaka tering wonuma irage gal nan kinye kaka bombe gidde ni wonu lagana agir go bana aro kemi gidda janu lagana agir sagenne ni kemo wana bari ina jeo kaka noro ma noro kibe tim mandeni agani ina sallu lagani ni dubu kaka sallu fallan salli na salli salli na sala ha kali sana dubuna to ken sumi dangani baraji ni apore ngani kem mo wani malek yan da gelli iga duwa ni dangani na sere to banga ka munis de nawandi salle to salle na ga anga ma hoda bari ke biga arage ni jubun tan bol langa ma da bari malek yan ma ikum ma ina alla nyaga nan ka mandangani ya dai ma ken malek yan ma duwa alla nyaga na aw kum ka mandangani mi ga sam ni ko munis de nawandi so namunya ni kumumin ne so namu kumin ga iga bara mumin ke nafirun de gilena na to dala na nafirun ma ri kumma an do nanti wala ya tuna salata illa wa hum fusala indar ni salluma agan dai ki sikka santunya lini ihara dunya lini salli bi roma mistunga mumino Allah kan ni yenye nawan awase Allah subhanahu wa taala ana kan mundunu kunni mistunya kemire awase ni kallan gawo mistunna ngani birek me kunya ganya Allah kanuma bi kunya ni biran suho kallan denga biran suho kallan deni mistun biran ni dingiran suho seneni mistunya na toti nemanga ayan pananunya mareka nunga ayan pananuma wasum bun dengue ngayan pananuma kemmo wan hari
sunku sunne fanuye nan binnemi awanya nan misunno gonne na to islamin nan metunu yowa me kanu soroben gara metu misunno gonne eto ko mira nan fanano ahedi kuben gara metu sangaran no dintanu ma unda nan mira mira nan fanano kembre misunno gonne soronga dimini ina dim mallem ma unya me na ga ina me dema kemmo gani seren na rage awa ina hinne me ina me sigara sirega na roti agar ni misle nyano wal migadi katiha ina raga ina kanta kemmo wan sirega na nyaga ndo salim misle no wonni sorun na di kadi bala halana kam mo wonda wala misle na todi aro misle dala kemmire ina raga ina no wonu kullaw misle no wonni ya sorun ga raga ni lemmu ben gari ni ina na wi gamar ni misle nyano wonu o sara na gire mi ma ma moge kemmo wan misle no wonni ya ni alla banan nawo tawhid nga aga bar ni misle no wonni misle no wonni ya ni bari soronga ragene iga birene falasi enta mana batiyan falasi ni Allah subhanahu wa ta'ala dangani ina da bari fanuye Allah dangani aro dura sage aro fanuye Allah kara jindenga aro kanne baka Allah na barana wage suda bari falasi kamma tuge Allah kamma du marayan da Allah dangani na suda bari bati Allah subhanahu wa ta'ala dangani kemmo wali misrunga na misrulla gani taga anagelli barajun ko hore serenda nan kete gari e golle la na falas ni Allah subhanahu wa ta'ala na to golle nganya mos aga dim ko mos aga haram par mos falas ni gamara no bandi asunya na golle ko ke dinde hadith ni re Uthman hadith ni afari na ji serene gana misle taga Allah dan gani anga Allah yesunya murutai Allah rawa ka tara nan dan gani bil janna Allah rasulullah ga ni kanumi rasulullah ga ni baba baba rasulullah ga sorong ka bana baka Allah bisuma nanti ma Allah ibo Allah hinda kon ni ramun Allah rakul la ni ibo ni kanumi nanti yang ga pada ni dan Allah di wa man Allah mimman mana masajid Allah an yuzkar fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaibin serenda to nyamunda serenda ga sorong ka bana Allah ndinga Sesungguhnya, agar apabila tuhnya mendinam bodoh, kita agar sesungguhnya Allah misteri, nanti maka Allah hingko. Inilah yang hari nam pangke nanti Allah misteri lagi nanti guja. Allah di pun pangan nunga. Anda kaulan dengan Allah Allah misteri guna bandi agar ikan untuk. Wallah suruh binuga misteri kubiran ini ikulan dalam misteri guna bandi agar itu guna ikan nama ini bakal suruh tu orang. Allah subhanahu wa ta'ala asiri surun nangani kubinuga misulla gana agib qurana asiri nangani nanti mumin nangani surubinuga misulla gana agib qurana Allah di innama ya'muru masajid Allah man amana billah iti innama adatu hasrin wa qasr mana wa Allah gada ku awgeniya nanti surubinuga Allah misun qurana gani kutti surubinuga Allah misun qurana kunjim minani mumin nangati Allah subhanahu wa ta'ala Allah surayna Allah misulla gana ni qura من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أي مكان هوس وليت الله سبحانه وتعالى الله رسول الله ني جكي سروك بينك الله مثل الله نيكور الله دي كم كون وانتي الله غنمينا كل الله ني وروجي إن الله تقول الله نيكو سروبانين دون الله نيكو نيكو الله دي كم كمان نيكو بقوي وسربني يكون نو بني غاي لا تلهيهم تجارة يكون ما يجلاه وما رسن ديسنو كن ديسولنا يقبل لما هم ديسولنا بكا لكن كننا بكا سلنا يوجكن لا نني بغني نبرنا ولي يوكن نكودنا كودك يا أم بدون الله كودين سنو مم بكن نكمن بودنا يوكن نكيم كودي كمبي يوارين نقول الله دعاني الله دا حقت نكون نجيب ما الله يكون نو soban birenga yem panamunga arunil le birenga jadi kone hakat nuhil le hakat kallam kunya na to di serebe gam nenan kere kata allah kere nuni hillo e gam nen kere kata tuna inna ma serenga no kare gam nen kere kata ila allah subhanahu wa taala serebe gam nenan kere kata allah ginya di allah ngol kunya nyenga allah batiu nyanya nyenga serebe ngol kere kata allah jadi kone gelle hakat nun bo kallam kunya ki an allah gadi ihin bo nanti Quran nak mendarne apa tu nanti selain nunga sorosur mumi nunga dua dah ingkun no jadi bodoh ni wala asal sahabani ngaru nilai birenga tiem panang nunga aru kiel laga nunga dua dah ingkun no laga nga evi ka bunyer kun no kan jadi punya apa tu nunggu kalau mudah Allah tu nunggu mana ibu kohwani ibu mai jula nunga nanti sebulanam baca Allah ingkun neng kembere Allah lakukan nanti Kau jual aku nak barang. Kemudian jual aku ini lembu. Inama jual aku begini lembu. Kemudian jual aku ni agar Rasulullah berkata Allahu
سبحانه وتعالى إن الله رب ننذير ننذير سغلنا ننذير بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلو نعصال من جهنة نجاكا من جهنة ننذير سغلنا بقوكينا كمبري إذا اللهم بتكير إذا كن يعني إموري همبوك اللهم دينا إذا يعني إموري ديهونا أهو كبيرة كنية كمبانا يليم مرنة ونيري هم من سنيا الله سبحانه وتعالى أليم من يامرنة misunga yani awa ajanna qaruna na non misun no gondi ani dinanga qarni allah kitabunga kan gene misun no gondi ani dingira ya gadi pare ga ni har kul laga ni parandi rube no gara gene na kafirin de kul laga na kafirin jaman laga ni muni ya ban ni ranu mutu na daga jihadun kul no gondi misun no gondi ani ya tarikh no gara gene ansahani na tuanan ko korul laga ni bagani ni de barusa misun no gondi ani دعوه من الخير نكتا الله اجر مسلمنا غني كن نغاني مسلم نغني ان قد سرونغا جوبونو تجوبون بوسلينغا هيرا غني تريمي كن نغاني مسلم نغني سرونغا حلال نو حرام بوكمين مسلم نغني غا سرون حرام ني ني غا سننا او بيدا ان اي بوكمين نغني كن نغني ني الله غنا غتانغا مسلم نغني ني سرونغا رغني اوا نالي منان غاوما نا دونغوتي الله أصبحت مسلمة وقال لك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ثم أنتم بأن قد نصرت عن المسلم كيف قال صلي صلي كريديو يجسو قابطين الذي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذي صلي كلا كبيرة إذن الشاقة أبطين إلا على الخاشعين أقيد الله قمنا من أكمل مسلم ما تقوران دي نونو بالله قوران دي نونو ما كنيانا na miste garaga na pura kita gayin sininde na miste laga na taga koya ganga mo ko miste ga tagi mo ko pura ne ta na wai kenne gelle bati en karani na pura ni sallenga na pura ta lan mi konne nga na pura di duaunga na pura di pura nan karangi nga ala bati en bolun ta na mo kembre ko gun no una gelle na alla miste laga ni pura Allah subhanahu wa ta'ala wani agana agano sonda mulaga ni pura tike Allah timbonne agano ni ayke Allah ko musirun no wani jalan Allah bina dhakirin ashakirin ya rabbal alamin اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله جعل المساجد بيوتا ليذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تقدس ذو العزة والجلال ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أمر ببناء المساجد وتطهيرها من الشرك والضلال اللهم صل وسلم وبارك عليه القائل من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال أما بعد فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عباد الله إن من نعم الله تعالى علينا وتوفيقه أن من علينا بناء هذا المسجد المبارك كل منا يرجو ثواب الله والدار الآخرة وأن يفوز ببشارة النبي حين قال من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة والقطاة نوع من الطيور الصغيرة الحجم نعم صغيرة الحجم وكذلك قال مفحص قطاة مفحص عشها وبيضها ومعلوم أنه مكان صغير جدا فدل على أن أي تبرع يسهم في بناء المساجد موعود صاحبه ببيت في الجنة ولله الحمد والمنة أيها الكرام ما كان هذا البناء ليتم لولا توفيق الله وتسهيله ثم بوقوف ومساندة من عدد من المخلصين من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى واعترافا بالفضل لأهله واستجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه
فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وإن تأخر العمل وطال إلا أن الهدف كان منه الإحسان والإتقان، وهذا ما تحقق بفضل الله تعالى على أيدي المقاولين مخلصين متقنين، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فجزاهم الله خيرا وبارك لهم في مالهم وذرياتهم وعملهم. وها نحن جميعا هذا اليوم نفرح بحمد الله بافتتاح هذا المسجد المبارك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جزاكم الله خيرا انتم ايها المصلون. الله سبحانه وتعالى قررنا تيغا الله سبحانه وتعالى كبيرا مثل لغا نيا كانوا كانوا بينو إغالا فيمكن نينو غندي صوبان دنيل لنا إيكو خورن يغا كي غولي ربا نالا غري فرقات كيما كمبي واسديني ناندي فتك من انتا أغابت انتي تنونا أغايد الله سبحانه وتعالى الله أنسنون تبكنا واسن تهيسوي الله انكلمون تبكا هينا واسن تسوي واسديني كمو غان غري ناندي محمد الله كمينينا أفارييني كمو غاني أني أمرني nanti awa misun dagandunga aduna misun lagani sunun ni bakahi lakapunga baka sangun dahisu wa Allah subhanahu wa ta'ala wanyagana agani salli ke parika mana jekki malike darunna wa agana pare lagana baraki lagana ho anohondi akimbe ga sirbe gana misteraga na daga na misteraga na sigini Allah subhanahu wa ta'ala hawa gata taganandangani الجنة والوالا يغنى أغنية خير لغنى بوجي كفاركما أراتن كونما أرى صعبانما أرسل سبري واري باتما كتا قردنا قردك بي جلعبو كنتا نهيني قردك بي من جنعبو كنتا نهيني كن ستن بحالي فنن كانوا الله فتا قدر لنيرا فنن موجي فنن الله يمر فنن لغنى سيديني فنن نفقين دي كن يم قصند غنن نهي الله غنى سربي رغا na kisi baka yumkin kutungana unga kunga mannunya la tapke mbosne mila Allah kumu wakila Allah nema nga okama nema kebe khorengani nama wakiminya ki misle sikenda ngani misle kebe oga jigini misle khairinde nya gani oga barajil lagana na jigi Allah nga Allah ganu barajita ila akota kushikten kani ya Allah na nyamudan nga ulani mintao aroma wakimmi aro kadi ananya kwarengana nimiswa sibinya nanti sebe gana lagi na mister gana tagal dana ara gana ya kurtune sunta hakke me be gana kella gana tagamis de allah wa kara gana na tagandan ngani arjanna ini ya minne na jan ka mister gollem be di nan dan bani na taga suwa duro ko mister na wonni ki wora isringa suwa duro ko mister na wonni ki golle be igara wa dan ngani na buren ka ran ni ba mati ju wangi ni ba nan ruwa sorondan ngani ba kesuni angamandan ngani khairi ni golle ke nawal kembe sren tane khyal lang golle nandi ke golle ni golle kuchine enge maga bela ba igora golle ko kuchine yana khalase kamma allah subhanahu wa taala natwa barajam ko hori wajiti allah na kenya kenya murama kemmo bani khabun soro daro panat nandi ke misre mundu atagan denga amani katun nan jimme nan gemu nan neo agaitia tisoro asikenga soran duro ko igari hakatin nara igari ken bon ko nonga iga falas ke gulle no gonni ma paraje muru ma ku garu muru ga da allah subhanahu wa taala dan ko ku suru daga na oi oi daga na ni nuari ni tiga na do sere sugan da sere tiga na sere sugan da sere nuari ni and allah subhanahu wa taala nuari ni kem mo ani kire nga ibo sanun da o mai mun gonun da ngani aro bari ni min de ni jabin ni ni faren sere da ngani sallallahu alaihi wasallam ni sere ga na khair nya ga da ngani kana kamal laga kana nuari yelga mahu bila aga nuari tai karan duara ngani mahagan datunan di para bunya ngaran ngani diberga aragana awa aga kamal laga naga pakka kemmo ane bari osuna kunan di bollenga bolle bi ganya kunu bolle gera wanya na atar de serega bi dalla ki lihai kampre naga aga nuni kem bolle tar de manya di hosu aga eta kuru bolle ginan dabai anakemu agam kaum mobe anakatnya na yang kala ginan gide allah ti allah ma gi mindan ngani aro ti soron chikenga
سرقبين غنيا سهل عن قرنيا سهل فرقبين غنيا أرو خلاصانا قرما أرو بلنيا ما مقبين غا قلنتو لكن أنسينا قلنيا دال حالا نجيبي غنسر الله سبحانه وتعالى أومنا فارنا بصلاة نجال أومنا سلنغنا قلنا باري أننا قلنك رقا أننا قموندي أننا سروندي فجزاهم الله خير وبارك لهم في مالهم وذرياتهم وعمالهم كين والله نيغنا الله غني شبا خيرنا كم واني حكمين وعيرم قلني إسلامنا نصوصي أنتم بايرين جي نندي تكي تاكي جينا الله كاغن جينا آيه غني بسلينا كم واني الله جقل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون محمد تيجي الله قسم دا أمة كي قرآن يان قندينا كي فارين قيندينا الله غرانيا نيما سلامين دانغاني الله غران كخير نبي نرغانا نيامو دانغاني سلامين نان قوان دا سيونا كخير نتانقول بانيانينا كم بالله فانتنا بكي بولي بيغا نياكم دو حرامارين برو غطو يانتا حرامارين مترو غطو يانتا غانيانا وغا سور الله غاني تيغا كما ونا الله نياغا غاني براجي أكما الله غاني بولي غرغا نا خلاص ندي إدانغاني كم فلثم أعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل عليه ما غفل عن ذكره الغافلون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اصلح قلوبا ربنا اصلح القلوب والأعمال وأصلح ما ظهر منا وما بطن واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم ثبتنا على دينك وصراطك المستقيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أصلح حالنا وأحسن مآلنا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم Kenya ni mari mo onati misirungu yenga program paga nyebe ronkone Kenya gana kadangani gambisara debe nukondi kebe gani madarasab sabi lilhuda imisire nga gara sigindi Kenya gani wage kundanko nga onati wage kundanko nanduari igara gulo kore bedabari Kenguna kiani program nga agara kadangani STV YouTube channel nga makamaka mungu kana telenga kira kana subscribe